عندي درج في ملابس في الغرفة وشنطة ملابس في الموتر. ما شاء الله. في أي وقت أدق سلم. دقت علي ذاك اليوم عمة اللي أخت أبوي الكبيرة تعتبر والدتي. ترك بما أنك تحب الواقعية وتحب الجلسة. مسي عليها بالخير. إيه مسي عليها بالخير ما يحتاج تاج فوق الراسي. الله يطول عمرك. أنت بما أنك تحب الجلسات وتحب تكون على طبيعتك يعني ما تحب الروحات والمجمع أنت على طبيعتك تحب جلسات. قدم في البرنامج. طبعا البرنامج اللي قبل هذا وش اسمه؟ كاريزما. كاريزما قدم عليه كاريزما 2 ولدها ولد عمتي اللي هو فهد بن هادي بن نازح الهاجري ونعم مسي عليه بالخير ونعم قدموا ما قبله الله كتب له التوفيق. كلمتني قالت يا تركي انت تحب البساطه والروحات وذي وتحب على طبيعتك لا تكشخ ادخل برنامج قدم ما تدري يمكن الله يسهلها لك. وقت انا موظف في مستشفى اداري. موظف وين؟ في مستشفى اداري. الكلام هذا قبل 4 شهور انكسرت يدي استبعدوني المستشفى. جلس ما ترباش دارت بالعلم قالت في برنامج بيفتح وقدم فيه وانا اول واحده يرسلك الرابط. ما لي نيه ولا اعرف شيء ولا اني براعي برامج انا. الكاميرا هذه لو شفتها اروح انحاش منها في المناسبات. حلو. ويجيني الرابط ذاك اليوم واسجل. قالت سجل وعطني العلم. مو اسجل واعلمك. قلت يوم ما ترى كذا كذا وقبل. ارسلت لهم واحتريهم. جاني القبول. انا ما ادري ايش عليه. وانسخ رساله والله انها اي اول واحده. وانسخ قبل امي وابوي اني انسخ رساله وارسلها لها. تم قبولي. يا سلام. ماشي. سلام. فرحت لي وانبسطت واروح عقبها خبرها لي. هي اللي دعمتني اني ادخل ذا البرنامج. الله يجزاه خير. والحين انا موجود عندكم. تعدينا التاهيل من اللجنه ومن الجمهور. الحين وقت على قولتهم الاخير مداح مريجي. اجل. هنا الصفق. عطيك يا هنا لا احد يقول لا والله ماني لا بالله هنا الصفقه هذا الحين عزره هنا بادي من امس يما انك تطلع لا شوف المحبه من الله سلام. يمكن الحين واحد يشاهدك ما يعرف حتى اول اسمك حرف من اسمك صحيح يحبك من الله ومدفك بذاك الدعم سبحانه كلهم في وجه قبول والقبول من الله سبحانه سبحانه انت سمعت احنا متفاولين على الله سبحان من يعطي القبول لمن يشاء متفاولين على الله ان بغيت الطيبين بتعينهم عز الله وان بغيت اللي بيحبونك بتلقاهم ان شاء الله وان بغيت اللي لا التفت يمين ولا يسار من جمهور ومحبين بتلقاهم على طول عز الله ومن حبك بينفعك ما في واحد يحب ولا يقدر شخص بيضره اكيد هذا هو اللي يبغاك بيحطك قدام واللي ما يبغاك بيقول خليك وراي طب تتوقع تتاهل انا ثقه ابصم تستاهل انا ترك بن عبد الله ابصم انت تتوقع انك تتاهل ما اتوقع خلاص هو يصرح للحين انا اصرح مع غرور ولا انت تصرح انك تتاهل اصرح طب انا اصرح اني من ضمن ال24 ايه مرتاح جاجي يعني كيف ها يعني كيف والله يا شيخ ان شاء الله افع عليك خلاص هذه اللغه اللي انا انا في ذا المكان اول يوم لغه المال اللغه المفهومه عند الكل ايام دي انا اصرح على نفسي اترك من عبد الله هاجري اسال الله العظيم ان الله يقبلك عندك الله يوفقك الله يوفقك واتمنى للجميع القبول لكن ماذا لو كشفنا انا وانت في البر يوم 13 ورجع للتصريح هو بيطبخ وانت تغسل ماي شفت كلمتنا ذي والجلسه ذي تذكر ان شاء الله الله يوفقك الله يوفقك ويمكن تلقى مقاطع برا وتقول والله انه صادق ما جلس معي في البر وجلست لحالي ها تخيل ماذا لو جلست لحالك انت بدون سرقي والله ها ماذا لو جلست تفتح البث وتشاهد والله شوف والله خوي مشهور انا من ناحيتي انا افضل اني اطلع البر لحالي في اوقات كثير اطلع البر لحالي وطربتي لنفسي انا لحالي وربيع النفس هواه الله انا اشوف بعض الاوقات زي كذا والله صل على النبي عندك ذول اللي الحين وقت التصويت غير ان المحبه وذي ترى ضغط على حتى اقاربك واهلك فعلا مره يعني حتى يوم جيت عند ابوي قلت ترى في تصويت ودعم مالي كش كل على قد حاله ما حد بيقول والله ابوي اللي يملك البل ويملك قصوره لا والله لا تفتح حسابه ما تلقى 5000 خلينا نكون واقعين شوي فعلا فيه يمكن خاش شيء اللزوم لا جاء ضيف لا جاء شيء بيت نعم. ازمه هذه لابد منها صح بس الرجال ترى بتشوفه لابس الماركات وذي والله العظيم ما يباح بسد والله العظيم ان عليه ضغوط ما يعلم فيها الا هذا هو
فلكن نقول الله يسرها لكل مسلم. الله اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الاغلى اللبس وكنت جاي. ننقذ الله اعمي عيونك وتفضل ال 24 ولا ها؟ تعمي عيوني انا اللي انا فارح لك. يا ولد هذا يا باقي واحد باقي واحد باقي باقي الرجال مقدم نفسه. لبه تقول نبى نصلي صلاه الاستخاره ونسلم الموضوع رب السماوات سبحان الله. ماذا لو ماذا لو دخلت معك يا هاجري في ال 24؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أسعدكم الله، أنا في قناة الواقع عشت معهم أيام جميلة في انطلاقتها، كانت رائعة بمعنى الكلمة وناجحة. النجاح يوجد من أفواه الناس، النجاح من الميدان، ليس هو كلام يكتب فقط في الأوراق. داخلت الناس بعد انطلاق قناة الواقع سواء في المجالس حتى إذا صليت في المسجد يسألون الإخوة، لأننا آتي يوم الثلاثاء هنا اليوم طبعا استثناء الأربعاء، فيقول أنت ذاهب إلى قناة الواقع، كانهم يتحرون ينتظرون ويتابعون الفقرات. أنا أشكر أخي الرائع المتألق أبو عبد الإله الأستاذ ناصر غامدي وأقول نجاحه نجاح لي، لأنه دائما ما شاء الله صاحب مبادرات ويعرف كيف يخاطب الجمهور ويصل إلى القلوب، فشكرا لهذا العطاء. ميزة قناة الواقع الواقعية نعم، لأن دخلت البيوت تتكلم عن الأسرة عن المجتمع عن الإنسان ببساطة بكلام مباشر، ثم أن جمعت بين طريقتين، طريقة النشامة طبعا الصباح وهم كبار السن في البيوت، وطريقة الجيل الواعد والصاعد والرائع هذا. فالحمد لله أن جمعت هذا، تجمع هي الآية المحكمة والفائدة والبيت الشرود والحديث الصحيح والشعر العربي والشعبي ولقاء الشباب والتحدث إلى الناس ومشكلاتهم وقضايا التي تدور في المجتمع، مع طبعا الولاء والخطوط الحمراء الموقرة عندنا وهي الدين الحنيف والقيادة المباعة شرعا والوطن المملكة العربية السعودية. شكرا للقائمين على قناة الواقع، وبارك لكم هذا النجاح المتألق والمتدفق والرائع، والذي أنا كنت أحد مع الفريق يعني أعمل كضيف، فشكر الله الجميع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا ومزيدا من النجاح. يمكن شوف انا بعلمك السعادات تهلك هناك وتعود. طيب انا بعلمك، تدري مدحهم الحقيقي شنو؟ اذا انا اول شيء داخل برنامج ابغى اطلع بصوره، انت تسمعني يا هاجري، انا ابغى اطلع بصوره، عرفت؟ اول شيء مشرفه، لان طلعت بصوره مشرفه وقبلوني الجمهور وقبلوني طويل العمر الحوات الغانمه اللي عليهم الكلام، عرفت؟ فانا خذيت شيء اقوى من الجائزه واقوى من العمر دي كلها. حلو، يعني كم واحد يطول العمر في كم واحد يطول العمر يظهر بصوره غير لائقه يطول العمر ياخذ الاول، فهذا ما امدح، انا ما ابغى امدح. انا اعجبني كلامك، ترى انا احب احد الريجي. حلو، احب احد الريجي شوي. حلو، لا تحد الريجي. الامور طيبه يا اخوان. هذا هو اول شيء يا حبيبي، انت ايش قلت؟ ايش قلت؟ اكسب الجمهور واكسب الحوات الغانمه واكسب طيب حب الجمهور، صح؟ يعني صل على النبي يا اخوي، انت مين تتكلم ولا شيء؟ يعني انت جاي هنا وانت جاي تنافس على الاول، جاي تدور حب مشاهدين وجماهير، دور شهره مشاهدين. لا انت تقولها من سالك قبل شوي. انا ابغى اظهر بصوره مشرفه، هذا واحد. طيب اذا داحم بداحم بصوره مشرفه. حلو، كم من واحد يطلع عمره يداحم على الاول وياخذ الاول وهو صورته ظاهر بصوره مره ما هي حلو. تدري هذا من هو؟ من هو؟ مثلا انت ولا انا بس على قدام بدحم رجيل عقبه بعود. من اللي بيخليك تعود؟ كيف؟ من اللي بيخليك تعود؟ السهم اللي كاين لازم. من اللي يخليك تعود؟ تعود وين؟ انت سعيد الحين تبي تنصل اول، صح؟ ايه، وصلت هناك والرجيل وراك، عقبه عودت. عودت ايش؟ يا اخوي رجعت. حلو، عودت دحم وين الرجيل؟ ليه رجعت؟
ليش رجعت؟ انت قاعد الحين تسوي الخطوات اللي يطلبها البرنامج صح؟ إيه؟ ايوه. لكن ما بتوصله الا من اللي وراك يدعمونك. ايوه ولا غيرها. شوف شوف اللي وراك يدعمونك يمكن انت تتعب لكن ما عندك قوه للجمهور. اشوف اللي يدعم وراي بين والله العظيم انا منكر فضل اللي يدعمون من وراي ومحبيني وجمهوري اللي بيدعم يطول عمر وبيتخسر عشان انا صادق مضبوط. لكن انا يطول العمر قلت لك ابغى اظهر بصوره عشان بكره لا جالي عيال ورجعوا للمقاطع هذه يطول العمر لا يقولون هذا ابونا هو البرنامج صلى على النبي حتى البرنامج انا انا كذا يعني هذه جائزه بحد ذاتها وهذا نعم